أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه المحاضرة الثالثة مراجعة للدائرة زائد مراجعة القطع المكافئ اللي تم دراسته في المحاضرة السابقة. أولا مراجعة الدائرة، فالمعادلة على صورة x تربيع زائد y تربيع زائد 2x زائد 2by زائد c تساوي صفر، دي تمثل الصورة العامة لمعادلة الدائرة إذا حققت الشروط التالية: أولا تحتوي على x تربيع و y تربيع كل منهما على حدة، بمعنى أنها معادلة من الدرجة الثانية في x و y. الشرط الثاني إن معامل x تربيع يساوي معامل y تربيع. الشرط الثالث أنها خالية من x ضرب y، وبالتالي فعلا إذا حققت هذه الشروط الثلاثة تسمى معادلة دايرة، ويكون مركزها هو ناقص A وناقص B، يعني نص معامل الإكس بإشارة مختلفة. أدي الإكس أهي معاملها 2A، يبقى نصها كام؟ A وبإشارة مختلفة. إذا كانت دي موجب يبقى الإشارة هنا إيه؟ سالب. وأيضا المركبة الثانية لمركزها سالب b، يعني نص معامل الواي اللي هو 2b، يبقى نص هذا المعامل هو عبارة عن b وبإشارة مختلفة. يبقى دي هذه المعادلة في الصورة العامة تمثل معادلة الدائرة لأنها تحقق الشروط الثلاثة التي ذكرناها والموجودة أمامنا. ومركز هذه الدائرة هو ناقص A وناقص B، هو نص معامل الX بإشارة مختلفة ونص معامل الY بإشارة مختلفة أيضا. أدي مركزها. أما نصف قطرها هو عبارة عن R بيساوي الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى من مركزها، يعني إيه تربيع، زائد مربع المركبة الثانية أيضا لمركزها اللي هو سي سنتر، مطروح من هذا المجموع الثابت اللي هو سي، هنا موجب سي هنا تبقى ناقص سي. يبقى إذا نصف القطر عبارة عن R تساوي الجذر التربيعي لA تربيع زائد B تربيع ناقص سي. دي الأساسيات اللي لابد معرفتها تماما بالنسبة إلى معادلة الدائرة في الصورة العامة. مثال على ذلك، لو عندي معادلة x تربيع زائد y تربيع تساوي 25، يبقى معنى كده x تربيع زائد y تربيع ناقص 25 تساوي 0. دي تمثل معادلة الدائرة في أبسط صورها، حيث مركزها ونقطة الأصل، لأن ما عنديش هنا x ولا y، يبقى معامل الاكس والواي زيرو، صفر وصفر. ونصف قطرها الجذر التربيعي صفر تربيع زائد واي تربيع ناقص ناقص 25، يعني موجب 25 جذرها يبقى 5. او بنكتبها في هذا الشكل، اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي ار تربيع، يبقى الار تربيع ده عباره عن مربع نصف القطر. فهنا اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25، يبقى 25 دي مربع نصف القطر ار تربيع، وبالتالي بآر تساوي جذر 25 تساوي 5. مثال آخر، x تربيع زائد y تربيع يساوي 1، أيضا دي معادلة دائرة مركزها صفر وصفر ونصف قطرها اللي هو جذر الواحد يساوي 1، بآر بتساوي 1، ولذلك تسمى دائرة إيه؟ الوحدة. تسمى هذه المعادلة دائرة الوحدة. الصفحة التالية المثال الثالث بيقول لي هنا
discuss يعني ناقش and sketch وارسم x تربيع زائد y تربيع ناقص 4x زائد 6y ناقص 36 تساوي 0. دايما مسائل الاختبار بتيجي بهذا الشكل وبنفس الأسلوب وبهذه الصيغة discuss يعني ناقش and sketch وارسم. هذه المعادلة تمثل دائرة مركزها هو معامل الإكس سالب 4 نص بإشارة مختلفة يبقى موجب 2، موجب 4 على 2 يعني 2، نص معامل الواي، معامل الواي 6 نص يبقى كام؟ 3 بإشارة مختلفة يبقى سالب 3، يبقى السنتر هنا في سي 2 وسالب 3، نصف القطر الربع المركبتين دول يبقى 2 تربيع زائد ناقص 3 تربيع ناقص الثابت هنا اللي هو ناقص 36 يبقى ناقص ناقص 36. إذا الآر تساوي جذر التربيع إلى 4 زائد 9 زائد 36 يعني يساوي 49 تحت الجذر يساوي 7، يبقى ده طول نصف القطر. والرسم كما هو موضح مثال 4، يبقى هنا مركزها النقطة 2 وسالب 3 موجب 2 الإكس والواي بسالب 3 ونصف قطرها 7 بتكون بهذا الشكل على وجه التقريب. مسألة تانية إكس تربيع زائد واي تربيع زائد 8 إكس ناقص 10 واي زائد 37 تساوي 0، يبقى مركزها سي السنتر يساوي نص معامل الإكس 8 نصها 4 وبإشارة مختلفة يبقى سالب 4، معامل الواي سالب 10 نصها سالب 5 بإشارة مختلفة يبقى موجب 5، يبقى المركز سالب 4 و5. إذا الآر اللي هو نصف القطر يساوي جذر التربيعي ربع المركبتين دول سالب 4 تربيع و5 تربيع ونجمعهم سالب 4 تربيع زائد 5 تربيع ناقص العدد الثابت في المعادلة اللي هو 37، يبقى سالب 4 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 37. إذا الناتج يساوي تحت الجذر 16 زائد 25 ناقص 37، هيكون الناتج تحت الجذر 4 وجذر 4 يساوي 2. مثال 5 نفس النظام x تربيع زائد y تربيع زائد 6 x زائد 4 y يساوي 13 يساوي 0، السنتر هنا يبقى ناقص 3 وناقص 2، معامل x 3 6 نصها يبقى 3 وإشارة مختلفة يبقى سالب 3، معامل الواي 4 نصها يبقى 2 وإشارة مختلفة يبقى سالب 2. طيب r اللي هو نصف القطر يساوي كام؟ يبقى الجذر التربيعي مربع 3 في السالب يبقى موجب 9، مربع سالب 2 موجب 4، سالب الحد المطلق اللي هو 13 هنا 13، حد المطلق 13 يبقى هنا 9 زائد 4 ب 13 ناقص 13 يساوي 0، جذر الزير يساوي 0. يبقى المعادلة هنا تمثل دائرة نصف قطرها 0، يبقى دي ليست دائرة بل هي نقطة فقط لا غير. يبقى المعادلة هنا تمثل نقطة، يعني هنقول دايرة مركزها كذا نصف قطرها صفر، فالدايرة مركزها صفر مركزها أيا كان ونصف قطرها يساوي صفر، يبقى هي عبارة عن نقطة عند هذا المكان اللي هو ناقص 3 وناقص 2، يبقى هي ما هي الأحداثيات نقطة في المستوى الديكارتي سالب 3 وسالب 2. يبقى المعادلة هنا تمثل نقطة فقط لا غير. ننتقل إلى الصفحة التالية. مثال 6 discuss and sketch 3 x تربيع زائد 3 y تربيع ناقص 12 x زائد 18 y زائد 12 يساوي 0. المعادلة دي تمثل دايرة لأنها تحقق الشروط الثلاثة
اللي سبق دراستهم معروفين ان هي معادله في النظريه الثانيه في اكس تربيع واي تربيع، يعني تحتوي على اكس تربيع في احد حدودها والحد الاخر في واي تربيع. ثانيا معامل اكس تربيع يساوي معامل واي تربيع، هنا 3 وهنا 3. الشرط الثالث انها خاليه من اكس واي، مفيش حد يحتوي على اكس مضروبه في واي، يا اما اكس تربيع لوحديها اهي او واي تربيع او اكس لوحديها او واي تربيع او حد ثابت. وبالتالي يبقى هنا هذه الدائره تمثل، هذه المعادله تمثل دائره. ولكن معامل اكس تربيع بيساوي معامل واي تربيع يساوي 3. فلإيجاد المركز ونصف القطر يجب أن يكون المعامل إكس تربيع يساوي معامل واي تربيع يساوي 1، لكن هنا 3 وهنا 3، لكن كلاهما 3، لذلك يجب القسمة على 3 لجميع حدود المعادلة كما يلي لتصبح على الصورة التالية. يبقى أنا عشان أوجد المركز ونصف القطر لابد أن يكون معامل إكس تربيع يساوي معامل واي تربيع يساوي 1، لكن عندي هنا 3 فنقسم على 3 المعادلة كاملة، يبقى يجب القسمة على 3 لجميع حدود المعادلة لتصبح على الصورة التالية: إكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 4 إكس زائد 6 واي زائد 4 يساوي 0. وبالتالي السنتر بتاعها السي تساوي المركز، مركز إحداثياته سالب 4 نصها 2 وبإشارة مختلفة يبقى موجب 2، والستة نصها 3 بإشارة مختلفة يبقى سالب 3، يبقى 2 وسالب 3. والإيجاد نصف القطر R بيساوي أربع الاثنين أربع إحداثيات المركز، الإحداث الأول والإحداث الثاني، الإحداث السيني والإحداث الصادي، 2 أربعها وأربع سالب 3 أيضا، ونطرح منهما من مجموعهما العدد الثابت اللي هو 4. يبقى 2 تربيع ب 9 زائد ناقص 3 تربيع، 2 تربيع ب 4 سوري، يبقى 2 تربيع 4 وسالب 3 تربيع ب 9 سالب 4، يبقى المجموع الأربعة دي بالسالب مع الأربعة بموجب بالناتج 9 جذرها 3. مثال أخير إكزامبل 7، إكس تربيع زائد واي تربيع زائد 4 واي ناقص 117 يساوي 0. دي دائرة أيضا مركزها مفيش هنا مفيش إكس خالص لوحديها، وبالتالي معامل إكس يبقى بزيرو، نصه زيرو، إشارة مختلفة يبقى برضه بزيرو. أما الواي معاملها 4 نصها كام؟ 2، نغير الإشارة هنا موجب نغير الإشارة تبقى سالب 2، يبقى زيرو سالب 2. يبقى الار نصف القطر يساوي الجذر التربيعي مربع 0 0 مربع سالب 2 هتدينا 4 زائد او ناقص الحد المطلق. ما هو الحد المطلق هنا في هذه المساله؟ سالب 117. يبقى 0 تربيع وسالب 2 تربيع سالب الحد المطلق، الحد المطلق اصلا بالسالب، يبقى سالب في سالب يبقى موجب 117. يبقى المجموع 4 سالب 2 تربيع عن 4 زائد 117 يساوي جذر 121، يعني يساوي 11. ننتقل بعد ذلك للصفحة التالية الصفحة التالية، نسترجع مع بعض دراسة القطع المكافئ. مراجعة القطع المكافئ اللي هو بارابولا. معادلة القطع المكافئ تكون دائما على صورة واحدة من الصور الأساسية الأربعة التالية. هي في حقيقة الأمر هما 8 صور، بس كل صورتين متشابهتين بنسميهم صورة واحدة أو شكل واحد. الصورة الأولى أو الشكل الأول
أو المعادلة الأولى y تربيع تساوي 4 bx. هذه الصورة تعتبر صورتين، ممكن هنا موجب 4 bx أو سالب 4 bx. إذا كانت بالموجب هيكون محورها في هذا الاتجاه الاكس الموجبة. طيب خلينا الأول نعرف محور هذه المعادلة أو هذا الشكل المسمى بالقطع المكافئ. ما دام y تربيع يساوي 4 bx، هنا الاكس هي الوحيدة اللي درجة أولى، أما الواي أس 2 يعني من الدرجة الثانية.